السلام عليكم. نبدأ اليوم سلسلة أغرب ما صورته الكاميرات. نتناول فيها أحداث مرعبة تم تصويرها. نوجه عنايتكم إلى أن محتوى الحلقة لا يناسب الأطفال أو مرهفي الحس. في حلقة اليوم: شبح سرداب ومخلوق غريب يزحف ليلا وطفل تمسكه الأشباح، هل الرجل الذئب حقيقي؟ وغيرها. تابعوا معنا. أهلا بكم في قناة الفلحوس. رصدت كاميرا متابعة الأطفال ليلا هذا المشهد. طفل يتسلق حاجز سريره وبالفعل ينجح، إلا أنه عندما كان على وشك السقوط وقف متزنا بشكل غير منطقي، وكأن هناك من يمسك به. هناك أمر آخر، اسمعوا معي. هل لاحظتم صوت بكاء الطفل؟ أصبح فجأة عميقا بعض الشيء، ويسقط الطفل في النهاية كأن من يمسك به تخلى عنه. أليس هذا غامضا؟ يظهر في الفيديو تسجيل ليلي لإحدى كاميرات المراقبة على أحد المنازل. يبدو كل شيء طبيعي إلى أن يظهر مخلوق عجيب يزحف على الأرض. أقرب لامرأة بشعر طويل تمشي على أربعة، ولا أحد يدري للآن ماذا كان هذا. يستمتع الكثيرين بهواية الاستكشاف، ولكن لهذا المستكشف نصيب آخر. فعند دخوله إلى أحد السراديب رأى أمامه مخلوق غريب بتكوين أشبه بالبشر وعينان مشعان يراقبه في حذر. وعندما دخل المستكشف إلى السرداب فر المخلوق هاربا. سجلت الأحداث الكاميرا المثبتة على خوذة المستكشف. تصور إحدى كاميرات المنازل حيوانات أليفة بإحدى الغرف. كل شيء هادئ، إلى أن تتلقى إحدى القطط ركلة من كائن خفي. لا أرى هذه قفزة طبيعية لقط أبدا. لا أحب أن أكون في مكان صاحب الكاميرا التي صورت هذا. فقد ثبت الكاميرا والتي تعمل بنظام مستشعر الحركة على باب منزله، ليجد أنها صورت هذا المخلوق. شكل اليدين ليست لحيوان، خاصة الرزغ الذي يبدو بشريا. حتى الوجه يبدو أقرب للبشر من الذئاب، خاصة الأسنان. إذا كنت ممن يستمعون في العمل بعد الدوام، أنصحك أن تشاهد هذا المقطع الذي سجلته كاميرات المراقبة بإحدى الشركات. تظهر في البداية جميع حيزات الشركة خالية تماما، ثم تبدأ النشاطات الغريبة. مقابض الأبواب تتحرك بشكل سريع، وقبل أن تشك أن هناك من يحركها من الداخل، انظر إلى تلك المقاعد التي تتحرك من تلقاء نفسها في الممرات. المكاتب تضاء من تلقاء نفسها. أدراج المكاتب تخرج وتعود بدون فاعل. في المرة التالية التي تسهر فيها بعد موعد الدوام، تأكد أنك وحدك. مراهق أراد أن يصور المناظر الجميلة للحقول بطائرته اللاسلكية، وبالفعل التقط مناظر جميلة. ولاحظ ظهور شيء في وسط الحقول يرتدي ذي مهرج، وقد اعتقد في البداية أنها فزاعة الحقول، إلى أن فوجئ بأنها شخص يهرب من التصوير بشكل غريب. نرجو أن نكون قد أسعدناكم وأفدناكم. انتظرونا في حلقات جديدة وموضوعات جديدة. لا تنسوا الإعجاب والاشتراك في القناة.